السلام عليكم، شلونكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. ان شاء الله ما جديد في جديد. اليوم راح نلعب لعبه ارك. انا بعرف كثير عم ننزل ارك كثير مو زياده، جدا زياده، بس انا جدا اسف اليوم متحمس مره على المونتاج. تمام، فانا ما بدي اقطع مونتاج، بدي احاول امنتج اكثر مقاطع ممكن امنتجها بهذا الوقت. فايز ما راك اي شيء ثاني. انتوا الفيديو السابق مره عجبكم مع انه كان جدا قصير، وهذا الشيء اللي حبيتوه، شكلكم بتحبوا الاشياء القصيره. فلذلك ليتس جيت ستارتد. قبل ما نبدا ريلاكس. ادعو لاخواننا الفلسطينيين ان شاء الله يتحرروا، امين يا رب العالمين، وسموا بالله. ويلا الله عندي ادخلنا نبدا. اوكي يا جماعه، مثل ما كنتم شايفين هذا الشخص كان حاطط، مو شخص يا برو، هذا واحد جديد دخل معنا على السيرفر اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن عمره ما بعرف ايش قد، وزنه ما بعرف ايش قد، اهم شيء دخل معنا جديد على السيرفر. اعطيته ركس بلاك شايفين. فيب يا جماعة أنا مرة آسف لو إنه مرة حكيت، يعني مرة كتير حكيت يس، مرة آسف. تمام، لا حد يزعل مني، بس يس 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 عم أحكيها كتير مشان أحاول أنساها. فهمت علي؟ ذكاء يا أخي. كي يا جماعة، هذا هو شكل بيتي للناس اللي كانوا جايبين يشوفوا بيتي. هذا هو الشكل بالنهاية، هيك طلع معي. وهلا قين الشيء اللي جوات الفولت. جوات الفولت لما شوفي مليان تورتات، مليان ثلاث تورتات، في شارجن بطارية، وجبت هدول مشان أحطهم فوق على البيت. Here you see النهاية، هيك هو الشكل النهائي. أوكي يا جماعة، مثل ما كنتم شايفين هيك أنا كنت أمن البيت. للناس اللي بدهم يعرفوا كيف منين بهدول الحواف مشان أضبطوا هيك البيت. أوكي يا جماعة، مثل ما كنتم شايفين هذا هو شكل البيت النهائي، مو البيت البيت، شكل الجنريترات والأشياء الخلابيط ذيك اللي تشكل نهائي الأسطورة اللي مرة 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 حبيته. هلا خلينا نتوقع كده، متفكروا ليش أنا محمد عملت هيك؟ Why is this؟ فلذلك أنا راح أورجيكم ليش عملت هيك. كل هاي التورتات راح أشيلها وتشوفوا إيش راح صار فيها. مثل ما تكون شايفين هذا الشيء سويته. تاني شيء حطيت هذا السور. أنتوا أكيد عم تسألوا حالكم ليش حطيت هذا السور يا محمد؟ إيش فائدته؟ لو واحد نزل بجريفن مرة صار كده وقعد يكسر الجنريترات، وأنا ما فين أسوأ أي شيء، هذا راح يحمي، أو فائدته ممكن تكون إنه يحمي الجنريترات إنها تتكسر بسهولة. يعني هو لو حجي واحد يضرب راح يدمج هذا، ما راح يدمج الجنريتر. هذا الشيء لازم تتعلموه يا جماعة. الناس ما بيعرفوا طبعا، الناس بيعرفوا يعني ما شاء الله عليك طلعت أفهم مني. بس يس، الشيء اللي سويته فورا بعدها يعني رحت وجبت كل الأويل موجود عندي، كل الأويل، ما خليت ولا نقطة أويل. الشيء اللي سويته فورا إني زتيت كل الكاز. هذا جوت هدول شقف اللي عرفته. كيف الفكرة؟ ليش هالفكرة يا محمد؟ الفكرة هاي يا جماعة الخير كرمال لما حدا من صحابي يجي مشان يهاجمني، وهدول الجنريترات ما يطفوا ابدا وضل التورتات شغالين، ومش وقت واحد من صحابي لما يجي يكسر واحد بياتهم يكون في اسا 15 غيرهم. فهمت علي؟ هاي الفكرة تبعيتي انه هيك سوي. وبصراحة الفكرة جدا نجحت، بس بعدين بتعرفوا ليش. بعدين فورا رحت وصرت احط هاي التورتات، عبيتهم بكل مكان مثل ما كنتم شايفين، عبيت اسا الصف كامل راح يتعبى. فيب كما ترون هذا هو الشكل النهائي، مو النهائي النهائي، قبل النهائي بشوي. مثل ما كنتم شايفين عبيت المكان كله تورتات، لكم شايفين كيف كله تورتات. كي يا جماعة الخير، جيت لهون وشفت انه الكاز ما عم يسهل بسرعة وخلص تقريبا الاويل. فايشو سويت انا بصفة محمد ذاك الفنان الشاطر اللي او ماي جودنس البطاطا، المهم رحت مثل ما شايفين شرحت كل دروعتي، زيت جوات الجريفن تمام، ودروعتي كلها زيت جوات الجريفن تمام، ورحت عالتخت وعملت ترافل. انتو قررت تتوقع لوين عملت ترافل يا محمد؟ مثل ما شايف لمنطقة الاويل. هاي الفكرة كيف اجتني؟ احط حد منطقة الاويل فولت، منطقة الاويل مرة بعيدة عن بيتي، حطيت فولت، حطيت بقلب الفولت مثل ما كنتم شايفين بكاكس، وبروح كل فترة وفترة بروح لهون بجمع اويل وبرجع عبيتي، وبعدين بجيب الجريفن وبجيب الاويل اللي جمعت. بالله عليكم مو صح فكرة نار أسطورية. وهاي هي كمية الأوجة اللي طلعت فيها. بقي شايفين تقريبا 15,000 شم رجعت على البيت. مثل ما كنتم شايفين جي اللي قررت أساويه هون، أنا حط شوي ديكور هيك أزبط البيت أحلى أساوي. مثل ما كنتم شايفين سويت هيك مع الزوايا، أو نحو هاي 5 زوايا، حطيت بكل زاوية هذا الار بي جي تمام. أنا أسف إن القامة مرة عالية حقت لي، بس ما سويت معيش عليها. هاي القامة هيك يعني اللبي هيك أصلا، وانا شوي معلق قام لانه اليوم كانت سيئة، فلاقين مو وقتها. مثل ما كنتم شايفين هيك طلع الشكل النهائي. شوف اليوم بضعف مستوري بالخير. مثل ما كنتم شايفين هون وصلت على المنطقة اللي حكيت لكم عليها كل مرة بجيها هيك من كل فترة وفترة، بجيها بالجريفن كمان اجمع الشطات. مثل ما كنتم شايفين اجيت لهون جمعت كل شيء. شوف ما شاء الله الموارد طلعت اغلى من مستوري.
مثل شايف كميه ما كنت شايف كميه الاويل مره كثير مره كثير ما شاء الله تقريبا 30,000. يا جماعة الخير اتمنى لكم اذا بحط لايك واكتب تحت الكومنتات ليش ما عجبك المقطع وش حطيت لايك ويلا ما راح انهي اسمع لانه اسمع لكم كلمتين ما فيهم تايت او مهم. اوكي جماعة الخير اتمنى يكون الفيديو عجبك تمام. اول شيء هذا الفيديو مره عذبني لانه دمجت اكثر من فيديو مع بعض وحاول اطلع منهم افضل اللقطات اللي ممكن انتم تهتموا فيها وتحبوها فيب اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اخر فتره مقاطع اركع ما تصير كتير 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 قصيره يا محمد واي اس ذيس لانه انا ما عم الحق يعني المقاطع اللي بالعاده بعمله بكون 6 ساعات بطلع 16 دقيقه لا ابرو انا اصلا مقاطع لقناتي مره قليله فانا نحاول اكثر مقاطع قناتي من العاب منوعه بس اخر فتره ما عم نوع فمش هيك عم حاول اقلل اكثر ما يمكن من وقت المقطع تبع ارك. المهم هذا هو مقطع إذا عجبك حط لي لايك مثل ما حكينا بداية المقطع أو نهاية بداية اللقطة. فايس يلا بيكس.